اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم الظاهره. اليوم اسعد باستضافه السيد ابراهيم كمش، رئيس جمعيه ولائيه نشطه على مستوى ولايه الجزائر، جمعيه دره الفلاح. اهلا بك سيدي، كل عام وانت بالف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئا ببدء اشكر قناه السلام على هذه الاستضافه، وكذلك بهذه المناسبه اتمنى لطاقم ومدير قناه السلام والشعب الجزائري والشعوب العربية والشعوب الإسلامية، أتمنى للجميع عيد سعيد، كل عام والجميع بخير إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة وكل المجتمع الجزائري، كل سكان ولاية الجزائر أو كل ولاية الجزائر، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله. إن شاء الله. سيدي، لو نقول لك أعطينا بطاقة التعريف للجمعية درة الفلاح، عرفنا. إذن جمعية درة الفلاح هي جمعية اجتماعية ذات طابع خيري، تأسست في 22 فيفري سنة 2014، ومنذ ذلك الوقت وهي تنشط في المجال الاجتماعي والخيري والإنساني. نعم، لو نقول لك المجالات اللي تنشطوا فيها، قلت لي مجال الاجتماعي والإنساني، عندكم مجالين تنشطوا فيهم، احنا نشوفوا أن المجال الاجتماعي مجال واسع. نعم، لو تفسرنا فيهم المجالات هذوما. احنا بالنسبه للمجال الاجتماعي، مثلا المراه التي تعاني في وضع صعب هي مع الابناء، احنا نرافق هذه المراه سواء كانت ارمله او مطلقه او مشرده، يعني من طرف الاهل نتاعها او الزوج يعني. نعم. لأن اليوم احنا نشوفوا في بعض الأسر الجزائرية، يشوفوا باللي المرأة إذا تطلقت يشوفوها باللي تصبح نكرة بالنسبة للأسرة. صحيح. وهذا خطأ كبير يعني، وهذا شيء مؤسف يعني نشوفوه. الظاهرات فاقمت في الأونة الأخيرة، مؤسف. احنا حتى في الجمعية نتاعنا كي يعني بالنسبة لمناصب العمل سبقنا في المرأة التي تعاني في وضع صعب، سبقنا في المناصب أننا وظفناها. الآن عندنا نساء موظفات يعيشوا في وضع صعب، راهم عندنا يعني عاملات في الجمعية ورانا مرافقينهم مرافقة على يعني على طول العام يعني. ما شاء الله. لو نقول لك الأعمال تاعكم خلال شهر رمضان الفاضل، احكي لنا الأعمال اللي قمتم بها. احنا الأعمال يعني احنا قبل شهر رمضان نقوم بالتحضيرات الخاصة بالعملية التضامنية بالنسبة لقفة شهر رمضان. انطلقنا بيومين قبل شهر رمضان، بدينا يعني نقوم بنشاطات بعدة عمليات خاصة بقفة شهر رمضان. تقريبا يوميا كنا نقوم بتوزيع القفف، كاين وين يجوا عندنا الإخوة المحتاجين عندنا الجمعية، وكاين اللي احنا نتنقلوا عندهم بالنسبة للمناطق الظل المتواجدة على مستوى إقليم زيرالدا. وكذلك عندنا مستفيدين من عدة بلديات تابعين لنا إقليمي في ولاية الجزائر. نعم، صافي. أنكم أنتم بديتوا التحضيرات لشهر رمضان قبل يعني قبل قدومه بأيام قليلة. لا، بحوالي شهر يعني بدينا التحضيرات، لأن يعني هناك انقطاع بعض المواد يعني كالسميد والزيت، يعني احنا سبقنا حضرنا يعني هذا العام حضرنا على المبكر يعني على البكري كما يقولوا. نعم، بعد القفة رمضان، بعد انتهائكم من توزيع القفة في رمضان، نقول زدتوا قمتوا بنشاطات أخرين أو توقفتوا في النشاط قفة رمضان؟ زدنا قمنا بنشاط خاص بزيارة المرضى بمستشفى زيرالدا، وهذا بالتنسيق مع مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني لمقاطعة زيرالدا، لهم زملائنا يعني احنا يعني نخدموا معاهم وكذا. وكان في هذه الزيارة كانوا معنا أئمة، وقمنا بتوزيع المصاحف والمطويات على المرضى، وكانت يعني الفرحة بادية على المرضى، على وجوه المرضى وعلى الأطفال. قدرتوا يعني أنكم تزرعوا لهم هذيك البسمة في وجوههم. نعم. لو نقول لك الشعور اللي شعرتوا كي كنتوا تزرعوا البسمة في وجوه والله المرضى. كان عندنا شعور فرح، احنا يعني كي شفناهم هكذا فرحانين، يعني كان احنا ثاني فرحنا معاهم يعني بهذه المبادرة الحسنة يعني. هو شعور لا يوصف. لا يوصف. لازم نروحوا نعيشوا هذاك الشعور باش نقدروا نعبروا عليه. ايه نعم والله شعور كبير كان يعني. نعم. النشاطات اللي قمتم بهم ايضا سيدي،
قمت بقفة رمضان وبدأ زيارة المرضى في المستشفيات أيضا. تفضل. كذلك قمنا بتوزيع الملابس على الأطفال المعوزين والأيتام بهذه المناسبة ثاني، وكانوا ذراري بزاف يعني فرحانين. يعني أنت في الجزائر أو في العالم الإسلامي، الفرحة الكبيرة كامل اللي يفرحوا بها هم الأطفال، البراءة، صحيح لأن هذه المناسبة كأنك تحس باللي تاع الأطفال هذه. وإحنا كنا بادر يعني قمنا ثم كنت بمبادرة. سبب باش تفرحوا هذوك الناس وهذوك الأطفال وتزرعوا لهم البسمة نعم في نعم وجوههم. وكذلك قمنا بتوزيع الملابس الختان على الأطفال اللي إحنا نفرحهم، يعني نعطوا لهم الملابس الختان، وهما الأهالي تاعهم هما اللي يقوموا بالعملية الختان تاعهم. لأن اليوم إحنا كجمعية بعض المستشفيات توقع هناك أخطاء، يعني تلقاها كذا يتعلموا كذا. إحنا قلنا يعني إحنا كجمعية نحافظوا على سمعتنا نعم وكذا، نخليوا الأولياء هم اللي يقوموا، هم يختاروا وين يروحوا يطهروا أبنائهم يعني باختيارهم هم. يعني احنا لا نقدموا لهم اللباس وهما يختاروا المكان اللي يروحوا باش يطهروا بابنائهم باختيارهم، احنا ما نقدروش نفرضوا نعم عليهم يعني. لو لا نقول لك احكي لنا كيفاش حتى جاتكم الفكرة انكم تبداوا تلموا باش تديروا لباس للاطفال في شهر رمضان باش تقدموه لهم في ايام العيد المبارك. كيفاش بدات النشاطات؟ كيفاش بديتوا تجمعوا الملابس؟ كيفاش درتوا نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ اسكو كانت استجابة من طرف المواطنين، من طرف المحسنين ايضا؟ حنايا عندنا شباب معانا روحوا عند المحسنين، وكذلك عندنا مقر الآن جاي في وسط المدينة اللي بهذه المناسبة نشكر السيدة الوالي سيدة نسيب ناجية، السيدة الوالي سابق المقاطعة زيرالدا، مع السيد رئيس الشعب البلدي والسادة الأعضاء والنواب، اللي عطاونا مقر جاي في مكان يعني استراتيجي. وقمنا بالإشهارات في مقرنا اللي هو جاي يقدر يعني يجي انه نقدر نقولوا انه نقطة تجلب المواطنين، تجلب كل تجلب شخص ما المواطنين. او تجلب هذيك النقطة اللي تقدر المواطنين كي يكونوا جايزين ولا كش واحد عنده حاجة حاب يتبرع بها يتقدم للجمعية. واحنا بهذه المناسبة يعني على بالك الجمعية كي تكون عندها يعني السلطات المحلية مرافقتها او الـ يعني وضعها في التقة او الكاملة. الوالي، يعني كي تسب المرافقة هنا يعني تسيب روحك كجمعية، تسيب روحك يعني تتشجع وتخدم. إذا وكذلك بهذه المناسبة نوجه نداء رئيس الشعب البلدي أنه يوقف معنا فيما يخص الإعانة المالية للجمعية هذه اللي راهي ناشطة إقليميا، وحصة الأسد كلها يعني في زيرالدا. يعني نوجه له نداء باش يعاونونا يعني باش يرافقونا، ونشكرهم على أنهم منحونا مقر في مكان استراتيجي، وهذا المقر أو نقطة ساعدنا استراتيجية، نقطة منفذ استراتيجية استراتيجي لجلب المواطنين يعني أيضا. الإشهار رانا دايرين فيه الإشهارات يعني باش الناس للجمعية يتقدموا. كذلك هذه من بين الأسباب اللي باش الناس يجيبونا. وكاين شباب نشكرهم، شبابنا اللي معنا في الجمعية ثاني، نمشيو عند المحلات عند الناس المحسنين باش نجمعوا الملابس ونوزعوهم، ووزعناهم يعني على الأطفال، فئة الأطفال المحتاجين والمعوزين يعني والأيتام. احنا جمعية ما خصصناهاش حيز واحد، في حيز واحد، ما حصرتوهاش في دائرة ايه محصورة أو دائرة مغلوقة، لأن انكم خليتوا المجال مفتوح. لأن في ربي سبحانه وتعالى كاين أصناف ثمانية كلهم ياخذوا من الصدقات. يعني فهذا الإنسان إذا كان دار إلا الأرملة واليتيم، وتلقى أنت يعني الفقراء بزاف، كاين المحتاج، كاين المعوز، كاين المحروم، كاين راجل مريض في البيت، زوجته ما يعني ما تقدرش باش تروح هي تخدم، تلقاه مريض، وشكون اللي يعاونه هذا؟ هو صحيح. أو ماهوش ميت يعني، هو حي. لكنه محتاج، إيه لكن راه محتاج الفراش. وقع. احنا جمعية لإعانة العائلة المعوزة والمحرومة والمحتاجة. ما شاء الله. يعني كل الفئات، الأيتام والأرامل والمرأة في وضع صعب والمحتاجين كلهم، يعني احنا نقوم بإعانتهم. يعني حتى بالنسبة للشباب اللي يقراوا، تلقى الشاب اللي يقرا ثاني كذلك نرافقوه، شاب كاين تلقى ما عندوش إمكانيات باش يشري باش يعني اش ما نرافقوهش، يعني سواء كان يتيم او كان يعني ما كل الفئات نعاونهم احنا كجمعية يعني. ما شاء الله. إبراهيم، لو نقول لك البرامج اللي قمتم بها خلال يومي عيد الفطر المبارك،
وشن هي البرامج اللي قمتوا فيها خلال يومي العيد الفطر المبارك؟ احنا قمنا في خلال يومي عيد المبارك كذلك زدنا قمنا بمبادرة لزيارة المستشفى، رحنا للمستشفى قدمنا لهم إكراميات، فواكه، مشروبات، دخلنا سرور على المرضى. حسستوهم هذاك الجو العائلي، نعم، كأنهم في بيتهم، إيه؟ هم يعيشوا فرحة العيد في بيتهم في وسط العائلة تاعهم أفرادهم كلهم. إيه يعني في اليوم الثاني العيد رحنا يعني للمستشفى، المستشفى زيرالدا، المستشفى الكبير تاع زيرالدا، ورحنا للأطفال للمرضى، والله غير كانوا بزاف فرحوا بزاف، يعني لأن احنا المستشفى تاعنا كاين مرضى مش مقيمين من زيرالدا، يعني كاين مرضى يجوا من البعيد، ايه من خارج الولاية، قمنا يعني بزيارتهم. وكذلك في هذه النقطة بالذات نذكر دار السبيل عندنا في زيرالدا في مسجد عثمان بن عفان بالقرية، اللي هذه دار السبيل راهي تستقبل المرضى اللي يكون عندهم المواعيد في المستشفيات، وكذلك تستقبل يعني المرافقين للمرضى، لأن أنت من ذاك تلقى واحد يجي من البعيد تلقاه ما عندوش وين يقيم. صحيح. فالمريض تاعو، احنا الان عندنا في المدينه الجديده سيدي عبد الله عندنا مستشفى راهو كبير خاص بالسرطان، هاوجوا ليه المرضى من كل يعني من الوطن الله كامل، واللي يجيب المريض ما يلقاش وين يبات. صحيح. وانت لو يروح يعني النازل والله راح يكون ربما بالك راهو محتاج لهذه، ايه احنا النقود بالك يكون محتاج ليهم، يقدر من هذا السبب يخلي المريض يعني ايه للولايه، وهذاك المريض يكون محتاج هو باش يروح لعنده ويجي. وهذه المناسبه نشكر السيد المعتمد المقاطعه زيرالدا السيد عبد الكريم بودراي والساده زملاء اللي مسجد عثمان بن عفان اللي قاموا بهذا الانجاز العظيم. صحيح. اللي هو بيت السبيل عندنا في زيرالدا، نقدر نقولوا انه صدقه إيه؟ جاريه اللي بناوه واللي كان معهم سبب فيه اني وانا كزميلهم ونعمل معاهم في هذا الميدان، اللي هو انا كذلك راني في الميدان هذا معاهم، يعني نقدموا لهم تشكراتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهذه ثاني مبادره مليحه قلت لك، وقمنا بهذه الزياره للمرضى، وكانت فرحة بادية على وجوه المرضى بهذه المناسبة اللي هي عيد الفطر المبارك. نعم. إبراهيم، لو نقول لك كيفاش تقدر تقسم الوقت تاعك بين النشاطات الجمعية، بين البيت تاعك، بين العمل تاعك، كيفاش تقدر تقسم وقتك؟ والله احنا في الفترة المسائية عدي نروح البيت تاعي يعني في وقت يعني الفطور، والله بعدها عدنا كذلك احنا راني في المسجد وكذا نروح للمسجد، وبعدها ثانيك نروح العمل يوميا عدنا المقر لازم نروحوا ليه ونشوفوا وش لازم وش يعني يوميا باب المقر مفتوحه لكل يوم، مفتوحه نعم، كل نعم دقيقه في كل ثانيه مفتوح، كل شخص نعم محتاج يتقدم للمقر في اي وقت، يتقدم لي اللي انا يتقدم لنا في اي وقت. كما تنقول لك عدنا عاملات يعني موظفات عدنا في الجمعيه، اللي نشكروا كذلك بهذه المناسبه نشكروا مديريه النشاط الاجتماعي والتضامن لولايه الجزائر اللي هي شريكنا وواقفه معنا كذلك، نشكروا السيدة المديرة داسي مختارية والسيد رئيس المصلحة السيد بالقاضي والسادة كلهم إطارات مديرية النشاط الاجتماعي بك اسمه، نشكرهم على المرافقة يعني راهم مرافقين يعني ومعاونيننا يعني. وكذلك نوجه ندائي للمديرة أنها تزيد لنا موظفين في الجمعية، لأننا الآن عندنا مقرين لابد أننا يكون عندنا موظفين مرافقين، لأن العمل هذا تطوعي، تلقى شباب ثاني هو يشوف مستقبله يخدم يعني. صحيح. ما يقدرش يبقى معك يعني ما يقدرش يقسم وقته، انه يكون له جدول، له مقسم وقت يروح للعمل، وقت الدراسه، وقت للتطوع ومرات يعني خاصه في فصل الشتاء ضيق الوقت. صحيح. تلقى الشاب ما عندوش الوقت باش يجي يزيد يجي عندك انت باش يتطوع معك، ما كاش كما يعني اللي يكونوا في الجمعيات لازم مديريه النشاط الاجتماعي ومع وزاره التضامن يوفروا مناصب جديدة، لأن بعد ما دمجوا المناصب القديمة صباح اليوم ما المشاهد برك يفهم المناصب اللي يوفروهم للأشخاص المحتاجين، هكا لأن راهي توظف للأشخاص المحتاجين في الجمعية. احنا هذه هي هكا، ايه احنا كانوا عندنا منصب يعني زوج مناصب، واحدة كان عاملة دواء يعني قعدت واحدة، وحنا واحدة ما تكفيناش. صحيح. وكل جمعيات يعني احنا كان عندنا
لقاء فيما يخص المجتمع المدني مع السيدة المديرة والسيد نائب رئيس المرصد الوطني، المرصد الوطني للمجتمع المدني، طرحنا هذا الطرح وجمعيات الانشغال هذا داولهم للموظفين، داوهم من عندهم يعني نهار كي تنصبوا كانوا قبل التشغيل، بعد كي نصبوهم داوهم يعني المدارس الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فكان راه كاين نقص في الموظفين خاص بالجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والخيري. ان شاء الله ان شاء الله هذا نداءنا موجه يعني لكل متطوع ايضا، لكل متطوع يتطوع ويتقدم للجمعيه. نعم انا اقول بلي الجمعيات يقدروا يكونوا هما، نعتبر ان الجمعيه هي باب من بوابات لتقربك الى الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. والان يعني لو يعاودوا يوليوا للمناصب قبل التشغيل، لان هذا الشباب البطاله ويتقاضى منحه البطاله وتلقاه ما يتعلمش يعني، هو ياخذ منحه البطاله. نعم. على الاقل لو يوظفوه ياخذ منحة، هو ياخذ هذيك مليون ونص، حاجه مليحه دارتها الدوله. نعم. منحه البطاله هذه يعني حاجه نشكره سيد رئيس الجمهوريه على هذه المجهودات هذه، تمنوها صح، حتى نثمنوا كل زياده في الاجور، زياده المتقاعدين، لان احنا جمعيه نتواصلوا مع المسنين المجتمع، يعني هي فرحه كبيره يعني بهذه الزيادات وهذه المبادرات اللي قام بهم السيد رئيس الجمهوريه السيد تبون يعني عبد المجيد، هو مشكور على كل الجهودات اللي راه يقوم بها من اجل الجزائر، من اجل الجزائر ومن اجل كذلك الجزائر ايضا، لانه هو راه يبازي على شباب الجزائر في هذه المبادره، قدم لهم منحه للبطاله. وهو كذلك مشكور على الوقوف تاعو بالمجتمع المدني والجمعيات، رانا كنا يعني فيه في الهامش. المجتمع المدني هو جزء كنا يعني يعني في الهامش، والان الحمد لله استرجعت هذيك المكانه والهيبه تاع المجتمع الجزائري، المجتمع المدني، الجمعيات استرجعت المكانه والهيبه تاعها. نشكر رئيس الجمهوريه على نشكره وكذلك نشكر الوالي المنتدب للمقاطعة زيرالد الجديد اللي راهو يستقبلنا كذلك، راهو يسمع الانشغالات تاعنا، ونتمنى يكون واقف معنا كذلك الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزيرالد الجديد، نوجه له رسالة أنه يوقف معنا ويكون مرافقنا في النشاطات اللي رانا نقوم بهم نحن كجمعية إن شاء الله. إبراهيم لو نتكلموا على الأعضاء الجمعية، نعود نقولوا الأعضاء الجمعية كيفاش تقسموا لهم الأدوار تاعهم، كل شخص مهامه كيفاش تقدموه لهم؟ احنا كاين اللي يقوموا بالمهام برا، يروحوا يجمعوا، كاين اللي معايا يعني هما يرافقوني انا كي نروح نجمع المواد الغذائيه، وكاين اللي يقوموا بال كيما نقولوا احنا بلومبالاج تاع الفوف تاع التغليف المواد، يرفدوا معانا يرافقونا في التوجيه، توجهوا للناس اللي ما عندهمش، كذلك يجيبوا لنا الاسماء تاع الناس المعوزين المحتاجين هذه يعني هذا. نعم. هو لو نقول لك إبراهيم واش هي البرامج المسطرة في المستقبل إن شاء الله؟ احنا البرامج المستقبلية لهذه السنة عندنا رحلة ترفيهية خاصة بالمسنين في هذه الأيام القادمة إلى يعني إلى 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 الحمام المعدني، نريحوا ثلاث أيام أو أربع أيام، نفرحوا فيهم أمهاتنا وآبائنا المسنين. هذه حتى الجمعيه ايه؟ ما قعدتش في هذاك الطابع انها تنشط غير مع العائلات المعوزه، حتى الناس ابائنا وامهاتنا المسنين عندهم حصه باش باش نخرجوهم، يعني خاصه هما اللي يكونوا في فتره التقاعد ويكون عندهم فتره فراغ كبير. نعم. نعاودوا نغيروا لهم الجو، نروحوا جو اسري، نملؤوا لهم هذاك الفراغ. نملؤوا لهم هذاك الفراغ، فراغ يعني المسنين نديرهم في شقه لائقه، كذلك المسنات في شقه، ويعني يكون جو عائلي ما شاء الله. هذا الشعور تاع إيه الحنان إيه بين بين الشباب، حتى يكونوا هناك شباب يحسوا شباب مع وسط العائله تاعهم في الاصل. نعم احنا قمنا برحله خاصه بهم كذلك قبل شهر رمضان. نعم. في شعبان يعني ديناهم ثاني وراحوا حوسوا يعني وتحموا كما يقولوا في يعني كلش. نعم برامجكم المسطرة لازالها متواصلة أيضا. كذلك عدنا ذوك نحضروا لمناسبة عيد الأضحى المبارك، كنوجدوا الأضاحي والوقوفة بهذه المناسبة، كذلك عدنا فترة الصيف ندوا الشباب المعوزين شباب أو اللي عايشين في وضع
يعني باش ننقذوهم من يخرجوا يكون عندهم فترة ترفيهية حتى يغيروا هذاك الجو والعادة تاعهم. حوالي أسبوع أو يعني الوجهة السياحية في شرق الجزائر أو الغرب أو سياحية معينة. إيه معينة نروحوا منها ندوهم. أنا شفت منها أيضا راكم تزيدوا تعرفوهم على التراث على المناطق الولايات كتروجوا للسياحة أيضا. نعم نعم إيه ندوهم يحوسوا كذا. كذلك عندنا مناسبة اليوم العالمي للطفولة، كذلك نقوم باحتفالية في وسط المدينة، نروحوا الأبناء بال ب... ب... يعني ب... بالمهرج وبالوصلات إنشادية حتى توجيهات للأطفال، يعني في يكونوا كذلك يكونوا يسمى في فترة العطلة. كذلك عدنا بالتنسيق مع بلدية سطاولي، إحنا بحكمنا جمعية ولائية راح يكون الاحتفال الرسمي الخاص بيوم الاستقلال والشباب هذه السنة راح يكون في بلدية سطاولي، راح يكون ثاني نقوموا باحتفاليات وتظاهرات كبيرة في بلدية سطاولي. كذلك عندنا دخول مدرسي لهذه السنة، سنة اللي لموسم 2023-2024 راح نقوموا بتحضيرات على الأدوات المدرسية، دخول مدرسي كذلك مليئة بكل مستلزمات اللي يحتاجها بكل مستلزمات. كذلك راح نكملوا برنامجنا اللي هو برنامج القفة الشهرية. احنا الجمعية ما نديروش القفة في رمضان برك، كل شهر نقوموا بنشاط منظم تاع القفة الشهرية نديره كل شهر. القفة ماشي غير في شهر رمضان، ماشي غير بعد نهاية شهر رمضان المبارك تقعدوا متواصلين، نقعدوا متواصلين مع عائلتكم وتقدموا لهم القفة. والله شيء جميل ان نشوفوا هذه الفرحة ونقدموا لهم القفة حتى انكم ما تخليتوش عليهم. كذلك عندنا مناسبة ذكرى عاشوراء، قوموا بعملية تضامنية بهذه المناسبة، ثاني نوزعوا الجاج والقفف كذلك بهذه المناسبة العظيمة. بعدها كذلك عندنا المناسبة الدينية اللي هي مناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني نقوم احنا الشعب الجزائري يفرح بهذه المناسبة ويفرح الأهل ويقوم على العادات. نعم على العادات المجتمع الجزائري، العادات والتقاليد تاعو كما نقولوها بالعامية ما يتلعبلوش كاع فيهم، يديرهم على أحسن ما يتم، لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر ونهار كي يوم زاد النبي صلى الله عليه وسلم فرح به، هذاك اليوم الله سبحانه عز وجل ينقص عليه العذاب، لأن هناك من يقول كيف احنا نحتفل احنا نفرح ونحتفل ونذكر أبنائنا بهذه المناسبة اللي هي مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقوم احنا باحتفالية في الجمعية فيها وصلات إنشادية فيها وعظ فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة العظيمة. كذلك عندنا ذكرى اندلاع الثورة اللي هي أول نوفمبر، كذلك نقوم باحتفالية بهذه المناسبة ثاني. وعندنا احنا يعني هذه هما البرامج. كذلك يعني عندنا مناسبة 3 ديسمبر اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم الخاصة. احنا دائما الجمعية نتاعنا منذ تأسيسنا إلا نقوم باحتفالية كبيرة ونقدم هدايا قيمة مئة أو فما فوق، نديروا احتفال ما شاء الله في مدينتنا مدينة زيرالدا لهذه المناسبة. يعني كنا قمنا باحتفاليات عديدة مع مركز تكوين المهني لزيرالدا لهذه المناسبة، نشكر السيد أحمد كلاش مدير مركز التكوين المهني اللي راهو الآن متواجد بمركز سي الحواس الطوالي، نشكره بزاف لأنه هو رافقنا بزاف الجمعية، كنا نقوم معه بالتنسيق ونفرحوا هذه الفئة اللي هي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المناسبة العالمية 3 ديسمبر، وفي المناسبة الوطنية 14 ديسمبر. ما شاء الله انه البرنامج تاعكم المسطر في المستقبل مسطر. برنامج مليء تاري ما شاء الله. كذلك ممكن في سبتمبر القادم نقوم بفتح قسم أو قسمين خاص بفئة التوحد وفئة التريزيميا الأولاد يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، باش نقوم ندير لهم يعني حصص تعليمية بهذه المناسبة. يعني لو يرافقونا نوجه نداء للمحسنين باش نكريو كاش ما كان هكذا ونديروا قسم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، أو نوجه يعني نداءنا للسلطات المحلية رئيس البلدية والسيد الوالي المنتدب، لأن عندنا صرح في زيرالدا مكتبة الآن هي تقوم بأدوار بسيطة جدا،
علاش ما يفتحوهاش للتعليم لهذه الفئه من فئه ذوي الاحتياج الخاصه، ويكون مرافق يعني يكونوا مرافقين ويكونوا فيها موظفين لائقين في مكتبه سلام مولود بزيرالدا. ماذا بينا يكونوا فيها موظفين كما يقولوا الراجل المناسب في المكان المناسب. ماذا بينا، هذه رساله نوجهها لهم للسيد رئيس البلديه. ان شاء الله عبر قناه السلام يلحق صوتك. انا اقول لك البرنامج تاعكم ما شاء الله تريم متنوع، زرتوا كل الفئات، كل فئه اعطيتوا لها حصه تاعها، اعطيتوا لها، قدمتوا لهم اللي محتاجينه وديتوا لهم كل شيء. والله ما شاء الله عليكم. إبراهيم لو نقول لك في الختام واش تقدر تقدم كلمة ختامية؟ في الختام يعني بهذه المناسبة نقدم ندائي للمحسنين باش تقدموا عندنا المقرنا الجديد اللي متواجد أمام الدرك الوطني بزيرالدا، وعندنا مقر القديم متواجد بشارع بلال في مقر الكشافة الإسلامية. وبهذه المناسبة ما ننساوش قائد فوج السلام للكشافة الإسلامية السيد عباس وزاعي اللي وقف معنا كذلك ومنحنا المقر، وحنا معاه رانا في الكشافة وزاد منحنا المقر، هو اللي كان يعني من المرافقين لنا. نقدم له تشكراتنا الخاصة ونقدم ندائي للمحسنين على الرقم 055-76-03-29 باش يتواصلوا معنا ويتقدموا لنا الزيرالدا للمقر. ماذا بنا يجيبوا لنا كل مساعدات، احنا حتى الاثاث، يعني هناك تلقى اسر يعني ما عندهمش الاثاث في البيت، يعني فريشه اغطيه ملابس ولو مستعمله، احنا نشدوهم ونوزعوهم هنا في زيرالدا، او حتى رانا مرات نبعثوا للمناطق النائيه الموجوده في الجزائر العميقه، الجزائر الكبيره والعميقه يعني. ان شاء الله يا ربي. انا اقول لك شكرا، كان الحديث معك شيق، وان شاء الله يكون صوتك ونداءاتك وصلوا للمحسنين ان شاء الله، ان شاء الله حتى يكون الفتح يكونوا مرافقين ليك، حتى تقدروا تزيدوا تنشطوا وتقدموا الاكثر والمزيد ان شاء الله، لكم المزيد من النجاح والتالق والتفوق ان شاء الله. ان شاء الله. لهذا مشاهدينا الكرام نكونوا لحقنا لنهاية عددنا لنهار اليوم من برنامجكم الظاهرة. نتلاقاو في عدد آخر إن شاء الله. سلام.